أتوجه إلى الدكتور محمد فراس النائب أستاذ العلاقات الدولية والإعلام في دبي. يعني دكتور، عدد من تابع المناظرة يقول بأن لأول مرة نجد الرئيس ترامب في موقف دفاعي وليس هجومي كما كان سابقا. هل احتفظ ترامب بنفس القوة التي كان يملكها في مناظرته مع الرئيس بايدن؟ نعم، في البداية مساء الخير السطر الأخير المشاهدين والضيف الكريم. دعني أقول بأن هناك ثلاثية أدعوها ثلاثية النجاح المتعلقة بالمعرفة الخبرة والمهارة، وكانت الكفة تميل بهذه الثلاثية لصالح ترامب ما قبل المناظرة، ولكن لا أعتقد بأنه قد أصاب نجاح كبير من خلال استخدامه لهذه الثلاثية تجاه كامالا هاريس. وقد يكون هذا الأمر بسبب أنها اجتهدت، يعني نحن نعلم تماما بأن كامالا هاريس قد تواجدت في الفندق لمدة 5 أيام وهي تتدرب على كيفية مناظرة ترامب، بينما ترامب قبل ساعات ذهب باتجاه الموقع. ويبدو أن هذا الاعتداد بالنفس، هذه الثقة الزائدة على الرغم من امتلاكه لتلك الثلاثية بنسبة أكبر من كامالا هاريس، ولكنها لم تفد. أعتقد بأنه لم يستطع أن ينفذ اقتباس مايك تايسون الشهير بأنه كل شخص لديه خطة قبل أن يتناول اللكمة الأولى، ولكن هو لم يستطع. قد يكون هناك بعض النصائح التي أضرت به، بمعنى أنه كان لطالما كان شخصية هجومية بامتياز، وكنا نتكلم حول ظاهرة ظهرت بشكل كبير خلال القرن 21 في الانتخابات الأمريكية وهي التنمر السياسي، وقد يكون أنه استخدمه بالشكل الذي سمح له بأن يتذوق الجمهور الناخب الأمريكي هذا الأمر بطريقة إيجابية، ولكنه كان إلى حد كبير بعيداً عن هذه الهجومية، وكانت إلى حد ما موفقة كامالا هاريس في هذه المناظرة نسبة لما كان يتوقع منها، وهي التي تهرب دوماً من وسائل الإعلام من المقابلات المفتوحة لأنها تخشى أن لا تكون موفقة. أنا أعتقد بأن هذا التدريب المكثف الذي نالته قد أصاب إلى حد ما نجاح في هذه المناظرة، ولا أقول بأن استطلاعات الرأي كما قال ضيفك الكريم، أنا شخص أكاديمي بجذوري، ولكن استطلاعات الرأي وإن كنا نعتد بها وهي تبع إحصائيات علمية، ولكنها ليست بمعزل عن التسييس بهدف التجييش في لحظة من اللحظات، ونحن نعلم بأن وسائل الإعلام ميالة إلى دعم الحزب الديمقراطي على حساب الحزب الجمهوري.